السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشرحوا درس لوجيك كومبيناتوار. طلبوا منا بزاف ديال الاصدقاء باش نشرحوا الدرس، لذلك غندير مجموعه من الفيديوهات. نتمنى انكم تستافدوا منها. اول حاجه اللي غادي نشوفوها في الدرس هو سيستم دو نيميراسيون. كاينين بزاف ديال لي سيستم، لكن غنشرحوا اربعه ديال لي سيستم هما اللي كنخدموا بهم بزاف: سيستم بينير، ديسيمال، اوكتال والهكساديسيمال. سيستم بينير باز دو في دو ديال لي سيمبول، فيه الزيرو والان. كما كتلاحظوا في هذا الطابلو عندنا غير الزيرو والان دو سيمبول، دونك ميمكنش نلقى شي رقم اخر من غير الزيرو والان. هاد لي سيستم كيخدمو به الناس ديال الانفورماتيك بزاف. نعطيكم واحد المثال، الانفورماتيك بالخصوص الانفورماتيك اندستريال. نعطيكم واحد المثال، عندنا واحد الانتربتور فيرمي اوفير. ملي كيتسد فيرمي كتكون ان، ملي كيكون اوفير كتكون زيرو. نعطيكم واحد المثال ثاني، مارش و اري. مارش ديال واحد الموتور كتكون ان، و اري كتكون زيرو. نعطيكم مثال ثالث والاخير، عندنا واحد الكابتور كيديتيكتي لينا بريزون و ابسون ديال واحد العلبه. ملي كتكون العلبه كيديتيكتي لينا بريزون ديال العلبه اللي هي ان، ملي كاع ما كتكون العلبه كيديتيكتي لينا ابسون ديال العلبه اللي هي زيرو. نتمنى لكم اتضحت لكم الصوره واحد شويه. السيستم الثاني اللي هو ديسيمال باز ديس، في ديس ديال لي سيمبول، فيه من الزيرو تسعود. دونك هذا هو السيستم اللي كنخدمو به الحياة اليومية ديالنا، اللي كنحسبو به، اللي كيخدم به مول الحانوت. كما كتلاحظو في الطابلو عندنا ديس ديال لي سيمبول من زيرو تسعود، والأرقام أخرى إلا التركيب ديال هاد عشرات ديال الأرقام. دونك هاد السيستم معروف كنخدمو به ديما. السيستم التالت اللي هو سيستم أوكتال باس ويت، فيه ويت ديال لي سيمبول، فيه من زيرو تال سبعة. كما كتلاحظو هنا في الطابلو فيه من زيرو لسبعة، مفيهش تمنية أو تسعود. هاد السيستم باز ويت فيه من زيرو سبعة، كما كتلاحظو من زيرو سبعة، والأرقام أخرى إلا التركيب ديال هاد تمنية الأرقام. والسيستم الأخير اللي هو هيكسا ديسيمال باز سيز، فيه سيز ديال لي سيمبول، فيه من زيرو تسعود. وكنكملو الأرقام أخرين، لي سيمبول أخرين بالحروف، كاين الأ والبي والسي والدي والأو والإف. كما كتلاحظو هنا في الطابلو باز سيز فيه من زيرو تل تسعود، ومن تسعود كنكملو الحروف، ست ديال الحروف. عندنا من زيرو تل تسعود، وعندنا كنكملو بلي حروف. دونك هادو هما كتر سيستم اللي كنخدمو بهم بزاف. اللي خاصنا نعرفو هي كيفاش نكونفيرتيو من سيستم أوتر سيستم آخر. نعطيكم واحد المثال، نمشيو من ديسيمال نمشيو لبينير، ومن البينير نقدرو نكونفيرتيو نمشيو ديسيمال. نقدرو نمشيو من ديسيمال لأوكتال، ومن الأوكتال ديسيمال. مثلا عندنا 14 في الديسيمال، راه هي 1110 بالبينير. دونك خاصنا نشوفو لي ميثود كيفاش نقدرو نكونفيرتيو، نمشيو من ديسيمال بينير ومن البينير ديسيمال. دونك غندير واحد دو ليكزيرسيس غادي نشرح فيهم كيفاش نمشي من ديسيمال لبينير ومن البينير ديسيمال. دونك هادو هما دو ليكزيرسيس لي عندنا. ليكزيرسيس ان غادي نكونفيرتيو لي نوبل سويفون اون ديسيمال. ليكزيرسيس دو ان كونفيرتيو لي نوبل سويفون اون بينير. دونك غنديرو السوليسيون. دير ليكزيرسيس ان، عندنا 1011 باز دو، دونك هادي غادي نكونفيرتيوها اون ديسيمال. دونك غنشوفو الطريقة. كنشدو واحد، كندو من هنا في الاتجاه كنمشيو به دائما، غنديرو واحد فوا جوج و زيرو بليس واحد فوا جوج و ان بليس زيرو فوا جوج و دو بليس واحد فوا جوج أس تروا. دونك هادي هي الطريقة، كنتيمو كندو من هاد من الرقم الأول، وكنبقاو غادي نتابعو الأرقام كاملين كنضربهم في جوج، جوج أس زيرو، جوج أس واحد، جوج أس تروا، على حساب الأرقام اللي عندنا هنا. تساوي جوج أس زيرو هي واحد، واحد فوا واحد هي واحد، بليس جوج أس واحد هي جوج، جوج فوا جوج فوا واحد هي جوج، بليس جوج فوا زوج ربعة، ربعة فوا زيرو هي زيرو، جوج أس تلاتة هي 8، 8 في 1 هي 8، شو تساوي 8 غتعطينا 11. دونك اما نخليو 11 باز ديس، اي رقم شوف بحالكم ما فيش معقوفه شوف فيه الباس عرفوا راه باز ديس، حيت حنا ديما الارقام كنخدمو باز ديس، ولا نديرو لها بحال هكا باز ديس.
دونك عندنا الخيار اما نديرو بحال هكا ولا نخلوه غير 11. دونك باش تاكدوا ان عندنا صحيحه نرجعوا داك الطابلو اللي كنا شرحناه في الاول. دونك 1011 بالبينير هاي 1011 بالبينير هي 11 بالديسيمال. دونك باش تاكدوا ان راه عندنا الحساب اللي درنا انه صحيح نمروا نشوفوا الثانيه دونك الثانيه قدرت فيها الفاصله بغيت باش ندير انواع مختلفين من لي نومبر باش نقدروا نفهموا. دونك هنا كيكون عندنا بارتي اونتيير وهذيك تسمى بارتي فراكسيونيل. دونك ديما كنبداو من الفاصله كنبداو من نديرو واحد فوا جوج او زيرو نفس التطبيق اللي درنا هنا بليس زيرو فوا جوج اس ان بليس زيرو فوا جوج اس دو بليس زيرو فوا جوج اس تروا بليس ان فوا دو اس كار بليس ان فوا جوج اس خمسة بليس الفاصلة كنبداو من هنا وكنتمو غادي جيت اليمين وكنضربو في جوج اس ناقص واحد هي اللي كنبداو بها اللول. واحد فوا جوج اس ناقص واحد بليس واحد فوا جوج اس ناقص دو. دونك الا كانو عندنا شي ارقام اخرى غنكملو جوج اس ناقص تلاتة بليس الرقم الاخر فوا اس ناقص ربعة وكنبقاو غادي بحال هكا. جوج اس زيرو هي واحد واحد فوا واحد هي واحد بليس دونك هادي مشات زيرو هادي مشات زيرو هادي مشات زيرو. جوج اس كات جوج اس كات هي جوج فوا جوج فوا جوج فوا جوج لي هي ستاش جوج اس خمسة هي اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين فوا واحد هي اثنين وثلاثين بليس جوج اس ناقص واحد فوا واحد هي صفر فاصلة خمسة بليس جوج اس ناقص جوج فوا واحد هي صفر فاصلة خمسة وعشرين. اثنين وثلاثين بليس ستاش بليس واحد هي تسعة وأربعين فاصلة صفر فاصلة خمسة بليس فاصلة خمسة وعشرين هي صفر فاصلة خمسة وسبعين. دونك هادي باز ديس. دونك هادي هي الطريقة كيفاش كنحسبو ملي كيكون عندنا رقم اونتيير ورقم فراكسيوني. دونك تاني تالتة دونك غنديرو نفس الطريقة غنحسبوها واحد زيرو فاصلة واحد زيرو زيرو لاباز بينا دونك كتساوي نفس الطريقة غنديرو واحد فوا جوج أس زيرو بليس زيرو فوا جوج أس واحد بليس واحد فوا جوج أس تروا بليس واحد فوا جوج أس كات بليس زيرو فوا جوج أس سانك دونك هنا راه جوج أس دو باغدون جوج أس تروا فوا جوج أس كات بليس أن فوا جوج أس سانك فوا جوج أس سانك بليس أن فوا جوج أس ناقص واحد بليس زيرو فوا جوج أس ناقص تو بليس زيرو فوا دو أس ناقص تروا بليس أن فوا دو أس ناقص كات. دونك جوج أس زيرو هي واحد واحد فوا واحد هي واحد بليس دونك هنا جوج أس واحد هي جوج ولكن في زيرو مشات زيرو. جوج أس زوج هي ربعة وربعة فوا واحد هي ربعة بليس
جوج أس تلاتة هي تمنية فوا واحد غتبقى عندنا تمنية، دونك جوج أس كات فوا زيرو دونك مشات، جوج أس خمسة هي جوج فوا جوج فوا جوج فوا جوج لي هي 32 فوا واحد غتبقى عندنا 32 بليس جوج أس ناقص واحد فوا واحد هي صفر فاصلة خمسة، دونك عندنا فوا زيرو هادي مشات هادي مشات، وبقات عندنا واحد فوا جوج أس ناقص كات هي صفر فاصلة صفر 625، دونك 32 بليس 8 بليس 4 بليس 1 هي 45، صفر فاصلة خمسة بليس صفر فاصلة صفر 625 هي 5625، لا باز 10. دونك كما لاحظتوا هذه هي الطريقه كيفاش كنكونفيرتيو من البينير ديسيمال، دونك من البينير ديسيمال دونك من البينير ديسيمال كنضربو فوا جوج، دونك باش نكونفيرتيو من البينير ديسيمال كنضربو فوا جوج كيبقى غير داك الاس اللي كنزيدو على حساب الارقام اللي عندنا. الان غادي نمرو وغادي نشوفو كيفاش نكونفيرتيو من ديسيمال البينير. الان غادي نكونفيرتيو لنور من ديسيمال البينير، عندنا 84 باز 10، دونك باش نكونفيرتيو البينير كنبقاو نقسمو على 2 حتى كيخرج لينا في الخارج 0، 84 قسمة 2 غتعطينا 42 خارج هنا زيرو، 42 قسمة 2 هي 21 خارج هنا زيرو، 21 قسمة 2 هي 10 هنا زيرو هنا 1 تبقى لينا 1، 10 قسمة 2 اللي هي 5 هنا تعطينا زيرو، 5 قسمة 2 اللي هي 2 هنا باقي لينا 1، 2 قسمة 2 هي أ هنا غيشيط لينا زيرو، أ قسمة دو لي هي زيرو هنا غيشيط لينا واحد، دونك هنا خرج لينا زيرو، ملي كيخرج لينا زيرو هنا كتسالي العملية، كناخدو الأرقام لي كناخدو كناخدو من هنا من هنا من من هنا في هاد الإتجاه، دونك 84 باز 10 كتساوي أون بينير ناخدو بهاد الطريقة، أن زيرو أن زيرو أن زيرو زيرو أون بينير، دونك هادي هي الطريقة كنشدو العدد بالديسيمال كنبقاو نقسمو على باز دو حتى كيخرج لينا في الخارج زيرو. أن غنمرو نحسبو التانية لي فيها النوبر فراكسيونيل، دونك كناخدو نوبر اونتيات لي 30 كنقسموه على 2، 30 قسمة 2 لي هي 15 هنا غتشيط لينا 0، 15 قسمة 2 لي هي 7، 7 في 14، 7 فوا 2 هي 14 غنبقاو هنا بقى لينا 1، 7 قسمة 2 هي 3 هنا غيبقى لينا 1، 3 قسمة 2 هي 1 هنا غيبقى لينا 1، 1 قسمة 2 اللي هي 0 هنا غيبقى لينا 1، دونك ملي كيخرج لينا 0 هنا كنحبسو كناخدو نفس الطريقة الاتجاه، دونك 30 30 فاصلة 75 بالديسيمال كتساوي بالبينير هي 1 1 1 واحد زيرو فاصلة، دونك هاد الفاصلة كنحسبوها بوحد، عندنا صفر فاصلة 75 كنشدو هاد صفر فاصلة 75 كنضربو فوا دو كتعطينا واحد فاصلة خمسة، دونك واحد فاصلة خمسة كناخدو غير لنوبر فراكسيونيل هو صفر فاصلة خمسة كنشدو كذلك صفر فاصلة خمسة فوا دو
كتعطينا هي 1.00. دونك ملي كتخرج لينا 1.00 هنا كنحبسو. علاش؟ حيت 0.0 اللي عاودنا درنا 0.0 فوا 2 فهي 0. دونك ما كاينلاش ملي تخرج لينا هنا 0 هنا كنحبسو. والفاصله كناخذو غير النمبر اونتيير هي 1 وهي 1. دونك فاصله 1 1. الان نمرو ونشوفو الثالثه. دونك عندنا 29 نفس الطريقه حتى غنقسموها على جوج غتعطينا 14 من الخارج 1. 14 قسم 2 هي 7. 7 × 2 14 هنا غتبقى لينا 0. 7 قسم 2 غتعطينا هنا 3 وهنا 1. 3 قسم 2 هنا هنا غتبقى لينا 1. 1 قسم 2 0 هنا غتبقى لينا 1. دونك هنا ملي كيخرج لينا 0 قلنا هنا كنتوقف. بقات عندنا لو نو فراكسيونيل اللي هو 0.4. دونك 0.4 كنضربو فوا 2. هاد 2 هاد 2 هي ديال لاباز هي ديال كنكونفيرتيو من ديسيمال بينار. هي هاد 2 هي بينار كتساوي 0.4 فوا 2 غتعطينا 0.8. كذلك كنشدو 0.8 فوا 2 باش عطينا 1.6. كنا كناخدو هنا غير لي نوب فراكسيونيل غناخدو 0.6. 0.6 فوا 2 باش عطينا 1.2. غناخدو كذلك نوب فراكسيونيل اللي هو 0.2 فوا 2 باش عطينا 0.4. دونك 0.4 هي الاولى اللي كنا بدينا كنحسبو بها. دونك انا غنتوقفو. علاش؟ حيت 0.4 فوا 0.4 فوا 2 غتعطينا نفس الارقام اللي عندنا في الاول. لذلك كنا كنتوقفو كناخدو غير هاد الارقام 0 الان الان 0. دونك 29.4 في الديسيمال دونك كتساوي بالبينير كنا كناخدو في هاد الاتجاه 1.0.1.0. دونك كيفما شفتو الطريقة السهلة كيفاش كنكونفيرتيو من ديسيمال لبينير. دونك من دي ديسيمال بينير كنقسمو على دو. دونك من البينير ديسيمال ديسيمال كنضربو فوا دو. ولكن من ديسيمال بينير كنقسمو على دو. دونك نقدرو نديرو هنا فوا دو. الا مشينا من البينير ديسيمال نضربو فوا دو. الا مشينا من ديسيمال البينير نقسمو على دو. هنا باس 2. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كونفيرتيو من ديسيمال لبينير ومن البينير ديسيمال. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نديرو كيفاش كونفيرتيو من ديسيمال الاوكتال ومن الاوكتال ديسيمال. شكرا لمتابعتنا لهذا الفيديو. الى فيديو قادم.